أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة كيب ميديا الإخبارية الأسبوعية المصورة، نقدمها لكم من استوديو العاصمة المحتلة، ونبدأها بأبرز العناوين. في ضوء تأهب المخزن، بوليساريو تحذر المنتظم الدولي من مغامرة قد يرتكبها المغرب. في تصعيد متواصل، سلطات الاحتلال تعنف وفد المناطق المحتلة المشارك في جامعة غريميزيكا الصيفية. سلطات الاحتلال تواصل تعنتها وتغلق المنطقة وتقوم بطرد 6 ناشطين باسك صباح الثلاثاء. بولاية أوسرد بمخيمات اللاجئين، المؤتمر الثاني لاتحاد طلبة الساقية الحمراء ودي ذهب ينتخب أمينا عاما جديدا. وفي الملف المغربي، بعد منعها من المشاركة في الإحصاء العام، جماعة العدل والإحسان تتهم النظام بالرغبة في التلاعب بنتائجه. بعد توقيف عناصر خطرها لملك المغرب، إسبانيا تعتذر والمخزن يستغل ورقة الهجرة السرية. وقبل أن نبدأ النشرة وردنا هذا النبأ: توفي مساء الاثنين المواطن الصحراوي عبد الله ولد احمد ول الخرشي متاثرا باصابته بانفجار لغم ارضي في منطقه ياسرفه الواقعه 30 كيلومتر شرق بوجدور. بحسب مراسل كيب ميديا من المدينه، فان ول الخرشي كان يرعى غنم عائلته بالمنطقه المذكوره، ما يكشف النوايا المبيته لسلطات الاحتلال بتعمدها الابقاء على ملايين الارغام التي زرعها منذ غزوه الوطن الصحراوي. ولا تجد سلطات الاحتلال أي مبرر باستمرار تجاهلها كل المطالب بإزالة وتدمير تلك الحقول التي باتت شبحا يهدد بحصد المزيد من أرواح المواطنين الصحراويين. كيب ميديا توجه بتعزيه الحارة لعائلة الفقيد ويندد بسياسات الاحتلال الإجرامية. تابع الفريق الإعلامي على إبداء رأيه في سلسلة من القضايا، فيما يلي موقف الفريق الإعلامي ورأيه تجاه قضية هذا الأسبوع. لا يدري نظام الاحتلال حجم المتاعب التي ستسببها قضايا متراكمة ستنفجر في وجهه دفعة واحدة مع بداية الدخول الاجتماعي، فبالإضافة إلى أزماته الداخلية اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا والعزلة السياسية التي وصلت حد توقيف خفر السواحل الإسباني لملك المغرب، تنتظر هذا الأخير العديد من التحديات بشأن قضية يقول أنها مصيرية، قضية الصحراء الغربية التي يعتقد النظام المغربي أنها لتوجيه انتباه شعبه والعالم يجمع بعيدا عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي أقر بخطورتها النظام عندما خصص آخر خطاباته لمصير الثروة والفوارق الاجتماعية وغيرها. على أبرز تلك التحديات التي سيواجهها المغرب هو زيارة النكد التي سيقوم بها روس إلى المنطقة، والتي ستأتي وفق رؤية استراتيجية يعتقد المسؤول الأممي أنها تلامس الحل قبيل موعد اجتماع مجلس الأمن وتحديد موقفه بعيدا عن الارتهان لرغبات المخزن والضغط الذي مارسه الأخير طيلة 22 عاما الماضية من تحت طاولات، والتي نعتقد أنها أوراق انتهت ولم يعد يملك سوى البلطجة. وبعد تحدي روس تأتي تحديات اقتصادية سياسية، وكلنا يعلم كيف أن المغرب كان يصر على انعقاد اللجنة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي فور الموافقة على اتفاقية الصيد البحري في 15 يوليو لولا تحجج الطرف الأوروبي بصعوبة التأكد من أجندات المؤسسات الأوروبية ليتم تحديد 10 سبتمبر المقبل لغاية في نفس بروكسل.
وفي موضوع الثروات تعتزم شركة كوسموس إنرجي بدء أعمال حفر أول بئر استكشافية للنفط قبالة ساحل بوجدور، وما سيشكل ذلك من تحد ليس لشعبنا ولا حتى للاحتلال الذي سال ويسيل لعابه لثرواتنا الطبيعية، بل العالم يجمع الذي سيغير نظرته للمنطقة والقضية معا. أما ميدانيا فبعد استراحة محارب تعود الفعاليات الحقوقية والتنسيقية أكاديميزيك وكل المؤمنين بخيار الشارع يعودون إلى التحدي من جديد، وكلهم أمل في أن الرهان والحمل كبير لكن الهدف أكبر، كبر القضية. تصعيد نضالي سلمي ومسؤول هو عنوان النصر الذي نقرأه في رد فعل الاحتلال الذي يملك من الإمكانيات المادية والبشرية ما لا تملكه الطلائع، لكن الأخيرة تملك ما لا يملكه الأول: عدالة قضية، روح مسؤولية، وانضباط تنظيمي، وسلمية الفعل الميداني. غيض من فيض، وما لا نملك تصريح قوله سيؤكده التنظيم وطلائعه في المكان والزمان الذي يختاره هما معا لا غير. أما ردود فعل الاحتلال فهي كسابقاتها، ولا نحتاج من دليل أكثر من اعتراف سياسة الاحتلال لقول الشاعر: ومليحة شهدت لها ضراتها، والحق بما شهدت به الأعداء، وعاشت الصحراء حرة مستقلة. أعلنت سلطات الاحتلال المغربي حالة من التأهب شملت مناطق عدة من الصحراء الغربية، بخاصة في عدد من القطاعات العسكرية كالفارسية وقلت الزمور وأوسرد، وشهدت منصات لإطلاق صواريخ الجو ووحدات عسكرية، وهي منتشرة في مناطق تسميها سلطات الاحتلال بالحيوية، بخاصة منطقة منجم بكراع، وأيضا بالقرب من بعض الموانئ التي تشهد استنزافا مكثفا للثروات الوطنية الصحراوية. وعلى ذلك الأساس بعث الأخ محمد عبد العزيز رئيس الدولة والأمين العام للجبهة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يحذره من الخلفيات الحقيقية من وراء تلك التحركات. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. نبهت جبهة البوليساريو للأمم المتحدة الخميس الماضي في رسالة بعث بها الأخ محمد عبد العزيز رئيس الدولة وأمين عام الجبهة إلى السيد بان كيمون إلى أن التشكيك المغربي في مصداقية المنظمة وتلميح لرغبته في إنهاء مهام بعثتها لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية. واستشعر الأخ الرئيس المسؤول الأممي إلى أن التأهب العسكري واستنفار قوات الاحتلال في قطاعات الفارسية وقلت زمور وأوسرد سيؤدي إلى الدخول في مغامرة خطيرة من خلال إقدام النظام المغربي على الهجوم على المناطق المحررة من أراضي الجمهورية الصحراوية، مذكرا بأن تجميع وحشد الجيوش المغربية لم يسبق له مثيل منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 6 سبتمبر 1991. وبحسب محللين سياسيين صحراويين فإن رسالة الرئيس الصحراوي جاءت لتعبر عن قراءة استشرافية لما قد سيقدم عليه النظام في المغرب بالنظر إلى الأوضاع التي يعيشها هذا الأخير داخليا وخارجيا، والتي قد تؤدي به إلى ارتكاب حماقة ما يعتقد بأنها ستصدر أزماته وتثير انتباه شعبه ضد من يسميهم بالخصوم وأعداء الوحدة الترابية. حل وفد المناطق المحتلة المشارك في أشغال جامعة غنيميزيك الصيفية التي نظمت في الفترة ما بين 3 و18 أغسطس الجاري في ولاية بومرداس الجزائرية، حل مساء الجمعة بمطار دار البيضاء. سلطات المطار قامت وكالعادة بعزل أعضاء الوفد 57 وأساءت معاملة 3 منهم، وصدرت ألبسة وكتب ومذكرات وأعلام وطنية صحراوية وأغراض شخصية، ما حدا بالآخرين إلى إعلان اعتصام بعيد عن ممرات المسافرين كأسلوب للاحتجاج على عنصرية الاحتلال وانتقامه منهم كنشطاء. تمت بعد ذلك الاستعانة بقوة خاصة تدخلت وعنفت أعضاء الوفد جميعا وسلبتهم أموالهم وكل ما بحوزتهم. سيناريو سيتكرر في العاصمة المحتلة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. أقدمت الأجهزة الأمنية الاستخباراتية المخزنية بمطار الدار البيضاء المغربية
بعزل 57 من أعضاء وفد المناطق المحتلة المشارك في أشغال جامعة بديميزيكا الصيفية عن باقي المسافرين القادمين من رحلة الجزائر الدار البيضاء، وبدأت بمباشرة إجراءات خاصة استثنائية ومصادرة كتب وألبسة وشواهد تقديرية وأعلام وطنية صحراوية وجزائرية، كل ذلك مصحوبا بالسب والشتم. ولما بدأ الأمر مهينا للكرامة الصحراويين قرر أعضاء الوفد جميعا الاعتصام بعيدا عن ممرات المسافرين، وهو الأمر الذي خلق ارتباكا أكثر للسلطات المطار السالف الذكر، حيث اتخذت قرارات وألغيت على الفور قبل أن ينتهي المطاف بمحاصرة الوفد من طرف فرقة خاصة للتدخل. وضعت خوذات واقيات في حدود منتصف الليل أعلن التدخل، ما أسفر عن إصابة 15 شخصا بينهم 5 نساء. وبحسب الناشط الحقوقي الصحراوي ونا والدبابة بيدة، فإن عمليات سرقة ونهب من طرف عناصر الأمن رفقت عمليات التدخل قبل أن يرغم الجميع على ركوب سيارات أجرة استدعيت قبيل ساعات من وصول الوفد إلى الدار البيضاء. وفي اليوم الموالي عادوا إلى المطار للسفر على متن الرحلة المتوجهة للعيون المحتلة. المطار الأخير كان محاصراً ومنع العديد من أفراد عائلة أعضاء الوفد من الاقتراب من محيط المطار، وفي الداخل كانت عناصر الاستعلامات العامة ولديستي ولدياجي وغيرها تلتقط الصور للمناضلين قبل أن تعيد التفتيش من جديد. كما تم الاعتداء على الفنان الموسيقي الصحراوي أحمد القمري والمناضل الحافظ الناصري. وفي الأخير لا تملك سلطات الاحتلال عقب هذه المعركة إلا أن تخرج للرأي العام بنفس سيناريوهات تفكيكها للخلايا الإرهابية وتفرش الأسلحة الفتاكة التي تمت مصادرتها في مطار العيون المحتلة. فمتى سيستفيق الشعب الأصم الأبكم الأعمى، أم أن دار غفلون ستبقى على حالها؟ استمرارا في تعنتها وإصرارها على غلق المنطقة وأمام التطورات التي من المفترض أن تشهدها المنطقة، أقدمت سلطات الاحتلال صباح الثلاثاء على طرد 6 ناشطين إسبان ليصل عدد من تم إبعادهم من الأراضي المحتلة 38 شخصا ضمنهم مراقبين وصحفيين وطلبة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. عادت سلطات الاحتلال المغربية العمل بإجراءات الطرد ضد المراقبين والصحفيين والنشطاء الأجانب الذين ينوون زيارة الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. وصباح يوم الثلاثاء أقدمت سلطات الاحتلال بمدينة العيون على توقيف 6 ناشطين من بلاد الباص لمدة ساعات قبل أن يتم طردهم على متن سيارة نجرة في اتجاه مدينة أكادير، وبذلك يصل عدد من تم منعهم أو طردهم من الأراضي المحتلة 38 شخصا. وبحسب متتبعين فإن سلطات الاحتلال التي تعبر عن خشيتها من تواجد هؤلاء النشطاء الأجانب إنما هو في الواقع محاولة للتستر عما ترتكب قواتها من تجاوزات بحق مدنيين صحراويين المطالبين باستقلال وطنهم الصحراء الغربية. اختتمت الثلاثاء بولاية أوسرد بمخيمات اللاجئين الصحراويين أشغال المؤتمر الثاني لاتحاد طلبة الساقيه الحمراء وادي ذهب بانتخاب مولاي محمد إبراهيم أمينا عاما بعد فوزه في الدور الثاني. وكان المؤتمر قد شهد مشاركة أكثر من 500 مندوب يمثلون الامتدادات الطلابية الصحراوية عبر جميع تواجداتها، وحضور ملحوظ لوسائل الإعلام الوطنية والأجنبية. وتميز بالمداخلة التي ألقاها الأخ محمد عبد العزيز الأمين العام لجبهة ورئيس الدولة الذي شبه فيها الظروف التي تمر منها أشغال المؤتمر اليوم بتلك التي شهدتها المنطقة خلال أول مؤتمر. تقرير في الموضوع. تحت شعار الحركية الطلابية الصحراوية في خدمة الأهداف الوطنية انطلقت السبت الماضي أشغال المؤتمر الثاني لاتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب مؤتمر الشهيد محمد سالم إبراهيم سيدي يعقوب. وتميزت جلسة الافتتاح بكلمة ألقاها رئيس الدولة الأمين العام للجبهة الأخ محمد عبد العزيز، اعتبر خلالها الظروف التي ينعقد فيها المؤتمر اليوم شبيهة بالظروف التي انعقد فيها المؤتمر الأول للاتحاد سنة 1975، موضحا أن المؤتمر الأول انعقد في شهر أغسطس 1975 وفي مرحلة أيقنت من خلالها إسبانيا
بحتمية استقلال الصحراء الغربية. وطبع ذلك الوقت اهتمام الأمم المتحدة بالمسألة الصحراوية والقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية وإيفاد البعثة الأممية لتقصي الحقائق إلى الأراضي المحتلة، والتي خلصت إلى أن الجبهة الشعبية هي القوة السياسية التي تحظى بالتفاف كل الصحراويين. أما الظروف الحالية يضيف الأخ الرئيس، فيطبعها عجز المملكة المغربية بعد أن جربت كل الخيارات العسكرية والسياسية والأمنية في الانتصار على طموحات الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال، مؤكدا أن كل الصحراويين ملتفون حول الجبهة الشعبية ووحدتهم الوطنية، كما أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة وكل المنظمات المتخصصة تدين التعنت المغربي وعدم انصياعه للشرعية الدولية، وتدين انتهاكاته لحقوق الإنسان الصحراوي، وهي لم تعد تطيق استمرار النزاع الصحراوي، مبشرين الطلبة بأن النصر قريب والاستقلال آتي لا محالة. وقد انتخب المؤتمر مولاي محمد إبراهيم أمينا عاما للاتحاد بعد فوزه على منافسه وداد السالك، ومكتب تنفيذي يضم كل من الناجم بشر إبراهيم، خليهن محمد المصطفى، علالي محمود الشيخ، عبد الحي المحفوظ علي سالم، كبادة حمد السيد، سلامة مصطفى، شريهان يكبر، والعز إبراهيم السالم. نذير أو نادر بوحموش مخرج مغربي من أصل أمازيغي، ولد في الدار البيضاء وتلقى دراسته الجامعية بكاليفورنيا بالولايات المتحدة. لدى عودته إلى بلده وجد الأمور قد بدت مترنحة، فاختار أن ينخرط في حركة 20 فيفريي المطالبة بالإصلاح والتغيير. فاز فيلمه أنا والمخزني بعدة جوائز لملامسته الواقع المستبد للنظام في المغرب، وعالج في أفلامه العديد من المواضيع الهامة، خاصة قصة طفلة المغربية أمينة الفلالية التي انتحرت هربا من إرغامها بالزواج برجل سيفيني. الزميل حسن محمد علي التقى بحموش وأنجز التقرير الثاني. قال المخرج المغربي نادر بوحموش أن شريحة واسعة من الشعب المغربي لا تعرف ما يقع في الصحراء الغربية، ولا تعرف بوجود جدار عسكري يفصل شطري هذا البلد، وأن ما علق في أذهانهم ليس أكثر من ما يسمى المسيرة الخضراء، دون أن يكون لها علم بتعرض الشعب الصحراوي إلى القصف بالنابالم والفوسفور والقنابل الأنشطارية والعنقودية وغيرها. وفي لقاء مصور مع الفريق الإعلامي، طالب بوحموش الشعب المغربي للقيام بدوره لوقف استنزاف ثروته التي يستغلها النظام المغربي للإنفاق على العسكر المغربي غربي الجدار، مؤكدا بأن الفقراء الذين يشكلون النسبة الأكبر من عموم سكان المغرب هم الأولى بتلك الأموال. وأكد بوحموش أن الأمر سيتغير إذا وصلت الحقيقة إلى أذهان وعقول الشعب المغربي، مؤكدا أن له أصدقاء قليلون اطلعوا على الحقائق، بعضهم خائف لكن البعض الآخر يتحدث ويشارك في إقناع الباقين بنصرة الشعب الصحراوي. وأضاف في الأخير قائلا أنهم في المغرب لا نملك سبيلا كي نبحث عن الحقيقة وكي نفكر ونتعرف على واقع وحقيقة هذه القضية. ما عرفاش على القصف اللي كان بالنابالم وبالفوسفور، وما عرفاش تسمع غير كانت مسيرة خضراء، وما تسمعش هنا كانت طيارات اللي قصفوا صحراويين في السبعينات. يبدو أن فرنسا لم تعد تحتمل أن تبقى القضية الصحراوية هامشية، فبعد التغيرات التي بدت جلية من خلال العمل الدبلوماسي الرسمي الصحراوي والشعبي من خلال التحركات الجالية والجمعيات الفرنسية، والتي أسهمت بأسلوب أو بآخر بإبعاد أو لنقل فرار المدير العام للديست المغربية من باريس، والأزمات المتتالية بين فرنسا وحليفتها المغرب، باتت الساحة الرياضية مجالا آخر لتلك التحركات. فبعد الإنجازات المتتالية للعداء والمناضل صلاح الدين ميدان، شقيقته هذه المرة ليلة خافي تحرز على الميدالية الذهبية لبطولة أوروبا بعد برونزية بطولة فرنسا. تقرير في الموضوع. أداء جيد للعداء الفرنسية من أصل صحراوي ليلة غابي أو ليلة حمدسو أميدان، هذه المرة من زيوريخ بسويسرا في 12 من أغسطس 2014، وفي إطار بطولة أوروبا حلت ليلة ثالثة بعد البريطانية جوبافي والفرنسية كليمونوس كالافان. وكانت البطلة الصحراوية قد فازت شهر يوليو الماضي
ببطولة فرنسا للنخبة في مسافة 5000 متر مسجلة 15:50 و60 جزءا من المئة. وليلى هي الأخت الشقيقة للعداء الصحراوي صلاح الدين حمدتو أميدان، وهو الآخر بطل في ألعاب القوى ومناضل صحراوي لاجئ في فرنسا منذ سنوات بسبب القمع المغربي، وتعرض منذ سنتين للطرد من مطار مراكش حيث كان ينوي زيارة والديه بالعيون المحتلة. الفريق الإعلامي الصحراوي إيكيب ميديا يوجه تهانيه الحارة إلى البطلة ليلى وإلى شقيقها وأفراد أسرتها وإلى الشعب الصحراوي بهذا الإنجاز العظيم. الملف المغربي قسم يخصصه إيكيب ميديا لتناول أوضاع المغرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لرفع اللمس ونقل الحقيقة فيما يقع في مملكة الرعب والنهب. الملف المغربي مرآة لواقع الحال في مغرب المحال. قال محمد حرشان القيادي في جماعة العدل والإحسان المعارضة للنظام في المغرب أن منع أعضاء جماعته من المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنة المزمع إجراؤه شهر سبتمبر المقبل يدخل في إطار التضييق المستمر على الجماعة وعدم منحها أي فرصة للتواصل مع المواطنين. أكد حشان من خلال تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن قرار المنع هذا يأتي من رغبة الدولة في احتكار المعلومة التفصيلية وللسعي إلى عدم وصول الجماعة إلى أي من هذه المعلومات على حد تعبيره. ففتح الباب أمام أعضاء الجماعة سيوفر لهم بوابة للتعرف على حقيقة المغرب في بعده الميكروسكوبي، وهو ما تعمل الدولة حسب حشان دائما للتغذية عليه من خلال الحديث عن مؤشرات وأرقام ونسب مئوية ومشاريع ضخمة وأوراش كبرى. أحشان تبع في سياق سرده التحليلي لأسباب منع أعضاء الجماعة من المشاركة في تنظيم الإحصاء هو أن ذلك يأتي في إطار الحرص على عدم منح أعضاء العدل والإحسان فرصة تواصلية ثمينة مع الشعب سيكسبون من خلالها الكثير بسبب قدرتهم التواصلية وحوافزهم الدعوية، علاوة على ما أسماه حقد بعض المسؤولين على الجماعة وأعضائها. وذهب عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة أبعد من ذلك في تفسير إقدام السلطات على إحصاء بعض المغاربة من المساهمة في عملية الإحصاء رغم مؤهلاتهم واستحقاقهم باعتباره ذلك مؤشرا خطيرا على نية سيئة لدى القائمين على هذا الإحصاء وخوفهم من شفافية المعلومة ورغبتهم في التلاعب في نتائج هذا الإحصاء. تقدمت إسبانيا باعتذار رسمي من ملك المغرب بعد مداهمة خفر السواحل الإسباني يختم خاصا للملك بحجة البحث عن مهربي مخدرات ومتاجرين بالبشر. وكان الملك محمد السادس يقضي يومه في يخته الخاص في البحر حينما اقترب من اليخت خفر السواحل قرب شواطئ إسبانيا، وبعد مداهمة اليخت صاح السادس قائلا: ألا تعرفون من أنا؟ فأجاب أحد رجال الأمن بالنفي كما كان من الملك محمد السادس، إلا أن خلع نظارته وطاقيته لتتعرف إليه قوات الأمن. هذا وقد ذكرت صحيفة الموندو إسبانيا أن الملك المغربي محمد السادس جرى إيقافه في 7 أوت الجاري من قبل عناصر في الحرس المدني الإسباني، وهو على متن زورق سريع في مياه مدينة سبتة المحتلة شمال المغرب. وفي التفاصيل، الحرس المدني الإسباني الذي ألف القيام بدوريات روتينية لمراقبة الزوارق التي تنفر مياه سبتة اتجه صوب الزورق الذي كان به الملك وطلب أحد الضباط من ركابه تقديم وثائق عن تحركهم. عملية الحرس المدني الإسباني أغضبت الملك محمد السادس حسب ما تورد جريدة الموندو، فشوهد ممسكا بهاتفه مباشرة بعد الحادث يتصل بنظيره الملك الإسباني فيليب السادس مبديا له الاستياء مما لاقاه، وهو ما نقله العاهل الإسباني بدوره إلى وزيره في الداخلية لاحتواء الحادث قبل أن يتطور إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين.
اعتقلت السلطات المغربية بمدينة المحمدية سمير ايت اعلو صاحب موقع المغربي من يكطيح له 200 درهم وتم حجز كاميرا وحاسوبه الشخصي. وبحسب الصفحة الرسمية للناشط المغربي فإنه من المتوقع أن توجه له التهم التالية: اختلاق سرقة وهمية، إهانة الضابطة القضائية، مزاولة مهنة بدون ترخيص يؤطرها القانون وزعزعة أمن واستقرار البلاد. وكان أعلو قبل اعتقاله قد كتب على صفحته: إلى بمنتهى هذا النهار عرفوا بلي القضية فيها واحد من هاد الجوج غير الكوميسارية أو السبيطار. الفيديو يدور حول ظاهرة من ظواهر السرقة. يشار إلى أن فيديو المغربي من اللي كطيح له 200 درهم حصد نسبة مشاهدة عالية في ظرف وجيز حيث قاربت المليون، وهو يعري عن حقيقة أخلاق كثيرة من المغاربة، حيث بين العديد من وقعوا في فخ 200 درهم لم يعدها لصاحبها سوى فتاتين، فيما الباقين كلهم استولوا عليها في واضحة النهار من شهر رمضان الأخير. بهذا مشاهدي الكرام نكون قد أنهينا نشرتنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلتقي الأسبوع القادم. دمتم في حفظ الله ورعايته، وعاشت الصحراء حرة مستقلة وحرب التحرير تضمنها الجماهير.